يا شاكيا هم الحياة وضيقها. من مدينة سراقب مهجر إلى مخيمات بلدة سلطين. اعتقل قوات النظام والدي وكان عمري 9 سنوات، فاضطريت أن أترك الدراسة وأحلام الطفولة وألجأ إلى عمل أعمل به حتى أكون المعين لأهلي. فممكن أنك تشتغل يوم وتقعد 10، فهذا يعني سبحان الله مشكلة فيها بالنسبة للوضع هذا. الحمد لله على كل حال. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. لدي موهبة في قراءة القرآن الكريم والأناشيد الدينية، وأتمنى أن يسمع جميع الناس صوتي ليكون لي صدقة جارية عند الله سبحانه وتعالى. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أمنياتي أن ألتقي بوالدي، يعني أن ألتقي به بعد غياب طويل، أسأل الله عز وجل أن يجمعني به، وأن يعني نعود إلى ديارنا، أن نعود إلى بلادنا، وأن أعود إلى دراستي والأحلام التي كنت أتمنى أن أصل إليها. وحلول قلبي عنده وفؤادي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.